اهلا وسهلا في الجميع. نكمل المحاضره اللي احنا بشابتر الجراحه، بنحكي عن الجي اي تراكت اونكولوجي. هسه راح نناقش شو الاشياء اللي راح نناقشها. راح نناقش معظم الجي اي تراكت اونكولوجي، الاشياء المهمه من ناحيه الريسك فاكتور، من ناحيه الانواع الباثولوجي، من ناحيه الساين اند سيمتوم كلينيكال بيكتشر، من ناحيه الدياجنوزس، حتى من ناحيه التريتمنت، ولكن بشكل مختصر يعني بشكل ريفيو. نيجي نحكي عن اول كانسر راح نناقشه اللي هو الاسوفيجيال كانسر. الاسوفيجيال كانسر اللي هو سرطان الاسوفيجس، سرطان المريء نسميه اسوفيجيال كانسر. الريسك فاكتور، ما هم الريسك فاكتور الاسوفيجيال كانسر؟ الميل هم اكثر من الفيميل بشكل عام. الاولد ايج بيكونوا غالبا. الجيوغرافي لها علاقه كبيره جدا في الاسوفيجيال كانسر. المناطق اسيا مهمه جدا، بيكون عندهم الريسك اسوفيجيال كانسر عالي. السموكينج از ريسك فاكتور معروف للاسوفيجيال كانسر ولمعظم الجي اي تراك كانسر. السموكينج، الالكوهول كونسومشن ريسك فاكتور، اوبزيتي، هوت ليكويد. لاحظوا انه الدايت له علاقه بالسويجر كانسر. الدايت في هاي المناطق، مناطق الاسيويه زي منطقه اليابان والكوريا والصين، والهوت ليكويد كمان له علاقه، كمان الدايت الفيتو هوت ليكويد. هاي الدول اصلا ميزتها انه الليكويد تبعها غالبا بيكون هوت وبيشربوه ساخن، فهم ريسك فاكتور سويجر كانسر. الاوبزيتي والفاتي دايت له علاقه بالسويجر كانسر اولسو. لسه في عندي ريسك فاكتور متعلقين فقط في الادينوكارسينوما، في عندي ريسك فاكتور متعلقين فقط في السكوانس كارسينوما. ارجوكم انكم تركزوا عليهم. جابوا مره في الامتحان اول ذا فولوينج ريسك فاكتور فور ادينوكارسينوما اوف ذا اسوفيجس اكسبت. هون بدنا نلتزم انه هو ذاكر لي بالسؤال ادينوكارسينوما، لما او يحكي لي اول ذا فولوينج ريسك فاكتور فور سكوانس كارسينوما اوف ذا اسوفيجس اكسبت، نكون ملتزمين في السكوانس كارسينوما. مش كل هسه هذول الفوق، الميل والاولد ايج والاسيا والسموكينج والالكوهول، هم للبوث للسكوانس والادينو. اما الاشياء بس متعلقه بالادينو هو سيفير جيرد جاس اوسفيجر ريفلكس ديزيز اند باريت اسوفيجس. والباريت اسوفيجس يكاد انه يكون موست كومن كوز اوف ادينو كارسينوما اوف ذا اسوفيجس. هذا بيكون موجود جدا الادينو كارسينوما في الديفلوب كانتريز. في عند السكوانس كارسينوما في الاندر ديفلوب كانتريز موجوده. الاكاليزيا من الريسك فاكتور له. في عندنا بلامر فينسون سندروم اورسون من الريسك فاكتور له. نيجي نحكي عن السايت، ما هي مواقع حدوث الاسوفيجال كانسر. موست كومن سايت هو في الابر تو ثيرد، ابر تو ثيرد يعني في هي الاسوفيجس، اعتبرنا هذا الاسوفيجس. في عندي هاي المنطقه بسموها اللي هو ابر وان ثيرد، هذا ميدل وان ثيرد، وهذا عباره عن اللور وان ثيرد. وين مناطق حدوثه موست كومن؟ مناطق حدوثه في المنطقه هاي، المنطقه هاي المنطقة الابر وان ثيرد ومنطقه الميدل وان ثيرد، هذا بسموه اللي هو ابر تو ثيرد. موست كومن باثولوجي او موست كومن هيستولوجي تايب هو سكوانس كارسينوما في هاي المناطق. الديستال وان ثيرد موست كومن هيستولوجي او باثولوجي في هاي المناطق هو الادينو كارسينوما، اذا كنا نحكي عن اللور وان ثيرد هون المنطقة هاي. من ناحية الباثولوجي أو الهيستولوجي، اللي هي نفس الهيستولوجي، most common type is في الأندر ديفلوبت وورد أندر ديفلوبت كنتريز هي سكوانس كارسينوما، هذا بطلع في الميدل أند أبر وان ثيرد. most common type في الديفلوبت وورد، الدول المتقدمة زي الـ USA مثلا أو الـ European countries، أو هو عبارة عن أدينو كارسينوما اللي هو بيكون موقع في الديستال وان ثيرد غالبا. الـ sign and symptoms لو حكينا most common هم بيكونوا silent. طب اول عرض بيجي فيه المريض بيجوا بايش؟ بيجوا ببروجريسيف ديسفيجيا، هذا بيكون اول شيء للسوليد، بعدين ذن بروجريسيف تو ليكويد، بيصير للبوث للسوليد والليكويد بالنهايه بروجريسيف ديسفيجيا. هاي هي موست كومن سيمتوم، ولكن شو مشكلتها؟ انها بتيجي يوجوالي ليت، بتيجي يوجوالي ليت بروجريسيف ديسفيجيا. اذر ساين اند سيمتوم في عندنا الادينوفيجيا اللي هي الم مع البلع، اتز موست ايرلي ساين بنقدر نحكي عنه اللي هو ادينوفيجيا. في عندنا الاسبيريشن، الاسبيريشن يمكن يصير عندنا اسبيريشن، يمكن يصير عندنا مراجع الدم اللي هي هيماتوميزس، يمكن يصير عندنا انيميا بيكون نوعها ايرون ديشنس انيميا او انيميا اوف كرونيك ديزيزز، لانه الكانسر هو كرونيك ديزيز يعتبر، فلذلك بيكون عندنا انيميا. في عندنا بريشر ساين اند سيمتوم، كلنا بنعرف ان الاسوفيجاس في عنده ستراكشر حواليه، في عندنا ستراكشر قدام الاسوفيجاس خاصه في الجزء العلوي منه، في عندنا التريكيا، التريكيا بتيجي قدام الاسوفيجاس، فلذلك يمكن يصير انضغاط على سواء على على المين برونكاي او يمكن انضغاط على التريكيا سيلف. في عندنا احنا على جنب بين التريكا وبين الاسوفجس في عندنا تو نيرفز اللي هو الفاجوس نيرف اليمين والشمال، فيصير انضغاط عليهم على الافرع تبعات الفاجوس نيرف. يمكن يصير انضغاط على في عندنا احنا اللي هو على في عندنا الاورتا، الاورتا بيجي من ورا، الاورتا بيجي من ورا الاسوفجس، بيجي من ورا الاسوفجس، ويمكن اذا الورم الاسوفجس يضغط على هذا الاورتا ويعمل فيستولا بين الاسوفجس وبين الاورتا. كل هاي، وفي عندي الهارت كمان يمكن يصير انضغاط على الهارت، فذلك كل هاي عباره عن بريشر ساين اند سيمتومز. في عندنا الهارت بيجي كمان هون، هاي الهارت ليش اللي بصب الهارت؟ في عندي السوبر فينا كافا، يمكن يصير انضغاط على السوبر فينا كافا يصير عندنا سوبر فينا كافا سندروم. البرنوز يوجوالي بور بشكل عام، اول جي اي تراك مالجنسي البرنوز لهم بور ما عدا الكودريكتال كانسر هو احسن واحد. اول جي اي تراك مالجنسي بتعتمد سوين طبعا على الليفر، لانه كل الدم الوريدي للجي اي تراك
تروح على الليفر. فلذلك الليفر ميتس هي أول منطقة بنتشر فيها الميتس في معظم أو كل الجي آي تراك مالجنسي. الكانسر اللي بعديه في عنا الجاستريك كانسر هو سرطان المعدة. سرطان المعدة ما هو الريسك فاكتور لسرطان المعدة؟ كلنا بنعرف هاي المعدة إحنا. سرطان المعدة إنه ورم طالع من المعدة زي هيك ورم طالع من المعدة. شو الريسك فاكتور لهذا سرطان المعدة؟ في عنا السكس والميل عندهم أعلى. أولد إيج اللي هو العمر أولد إيج. كرونيك جاستريتس إز ريسك فاكتور. وقاعدة عامة نعرفها ونحكيها للطلاب دائما إنه كرونيك إنفلاميشن بأي عضو هو ريسك فاكتور لسرطانه إن جنرال بشكل عام. زي الكرونيك سيستايتس التهاب المثاني المزمن هو ريسك فاكتور للبلدر كانسر. كرونيك اسوفاجايتس هو ريسك فاكتور لاسوفيجيال كانسر. الكرونيك ستريس ريسك فاكتور فور جاستريك كانسر. كرونيك انفلاميشن كرونيك انفلاميشن ان ذا ان ذا ان ذا ليفر اللي هي كرونيك هيباتايتس هذا عبارة ريسك فاكتور فور ليفر كانسر. هاي قاعدة بدنا نعرفها لابد نفهمها. كونيك بنكرياتايتس ريسك فاكتور فور بنكرياس كانسر. كونيك جسترا اما الاكيوت الاكيوت انفلاميشن نوت ريسك فاكتور فور كانسر. هاي ما نخربط فيها تيجي كثير في الامتحانات. فالكونيك جسترات في له ثلاث انواع A و B و C. التايب A والتايب B هم معروفين انهم ريسك فاكتور للكانسر. اكثر نوع له علاقه بالكانسر طبعا كونيك جسترات تايب B اللي هو بكتيريال نحفظها هيك تايب B بكتيريال B بكتيريال اللي هو اتش بايلوري هذا موست كومن كوز اوفر اول للجاستريك كانسر. في عندي اذر كونيك جسترات له كونيك جسترات تايب A هذا A أو تيومون هذا اللي اسمه الثاني برنيشس أنيميا اللي هي فقر الدم الخبيث. هذا فقر الدم الخبيث هو ريسك فاكتور إنه هو عبارة عن كرونيك استرايتس كرونيك أتروفيك استرايتس أتروفيك بسموه أو سموه أو تيومون أو أتروفيك A أتروفيك اللي هو عبارة عن ضمور بصير في عندنا سيج المعدة. هنا اتس ريسك فاكتور فور جاستريك كانسر. في عندنا الاتش ام بي سي سي اللي هو هيريديتري نون بولبوز كولوريكتال كانسر هذا هو نفسه لانش تو سندروم هذا لانش تو سندروم هذا لانش تو سندروم ريسك فاكتور للكولون كانسر والسمول بول كانسر ان جاستريك كانسر. وفي عندي هاي ديستبلاستيك جاستريك كارسينوما هذول عباره عن ريسك فاكتور فور جاستريك كانسر. سموكينج ان الكحول از ريسك فاكتور. سموكت فود ان نيتروزاماين ماده مسرطنه سموكت فود اللي هي الاكل المدخن. البوليبس سواء ريسك فاكتور لكل الجي اي مالجنسي سواء سمول بول او لارج بول او حتى للاستومك. بلاد جروب اي هنا نركز بلاد جروب اي له علاقه بالجاستريك كانسر اما بلاد جروب او كان له علاقة بالجاستريك ألسر. Previous gastric surgery is a risk factor for gastric CA. Gastric ألسر بحد ذاته هي risk factor for gastric cancer. هذول هم بشكل عام risk factor للgastric cancer. نيجي نحكي عن sign and symptom. ما هم sign and symptom؟ Mostly they are silent. Late onset of the symptoms غالبا. الأنوركسيا فقدان الشهية خاصة فقدان الشهية للميت للحمة. And weight loss فقدان الوزن هم most common symptom للgastric cancer. Nose and vomiting بيجو بي dyspepsia. اللي هو ديسبيبسيا بيجو بديسبيبسيا اللي هو عسر هضم بيجو بديسفيجيا اللي هي صعوبة في البلع بيجو غالبا في ديسبيبسيا اللي هي عسر في الهضم بيجو بديسفيجيا صعوبة اللي هو في البلع ديسفيجيا معناها صعوبة في البلع. هيباتوميغالي اللي هو دليل دايركت سبريد اوف ذا ستومك كانسر انتو ذا ليفر هي هيباتوميغالي او ميتاستاتيك اللي هو عن طريق البلد راح للليفر هيباتوميغالي. اند هيماتوميزس هيماتوميزس والايرون ديفيشنسي انيميا بالاخص هيها الايرون ديفيشنسي انيميا هذول من العلامات اللي يمكن يكونوا ايرلي خاصه الايرون ديفيشنسي انيميا هذول من الايرلي احد الدلائل الايرلي يدل على ايرلي اللي هو ستومك كانسر. نركز عليهم ارجوكم الايرون ديفيشنسي انيميا والهيماتوميزس هي والميلينا اورسو هذول الثلاثه هذول بدلوا على ايرلي اونست او ايرلي يعني ستيجز اوف ذا ستومك كانسر. اذا لذلك اي مريض خاصه الاولد ايج اكثر من 50 سنه بيجونا بان اكسبلايند ايرون ديفيشنسي انيميا لازم تحول المريض لجاسترونترولوج عشان يعمل ابر اندوسكوبي اند لور اندوسكوبي اذا 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 اذا, إذا انه مش عامل تو اكسكلود اللي هو ابر جي اي مالجنسي اند لور جي اي مالجنسي. مهم جدا لابد ان نعرف هسه ساين اند سيمتوم اوف ميتاستاتيك ستومك كانسر ادفانس ليت هذول بيكونوا ليت بيكونوا ادفانس بيكونوا بورو بروجنوزس علاماتهم هذول اذا كانوا موجودين بيكونوا بورو بروجنوزس يعني الاوتكم بتكون سيئه اللي هو فيركاوز نود. فيركاوز نود اللي هو تضخم ليفت سوبرا كلافيكولار لمفادينوباثي منطقات في عنا احنا هاي الاسترنام في عنا الاسترنام في عنا الاسترنام في عنا الاسترنام في عنا اللي هي في عنا الاسترنام في عنا الاسترنام في عنا مرتبط معها ايش الكلافيكل هون كلافيكل بون هون عنا الكلافيكل بون اولسو كلافيكل بون هون في عنا لمف نود تسمى فيركاو نود. اذا تضخمت هاي الفيركاو نود خاصه مش بالرايت سايد في الليفت سايد اذا لازم تكون
بالليفت سايد، لازم تكون بالليفت سايد. اذا تضخمت في الليفت سايد هون في منطقه الليفت سايد، منطقه الليفت سايد هذا بدل على نسميه فيركونودز. هاي الفيركونودز او سموها تروزير ساين، احد دلائل انه عندي اللي هو البارا اورتيك ليمف نود، السرطان واصل للبارا اورتيك ليمف نود، البارا اورتيك ليمف نود بتصب في الليفت عن طريق الليفت فرسك داكت، بتصب في الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود. هاي مهمه جدا. بلامر شيلف ساين هي عباره عن بير ريكتام نلاقي ماس بالبابل، اللي هي دلائل وجود الليمف نود، غاد ليمف نود اللي هي ميتاستاتيك ليمف نود، في اللي هو وصول الورم الى منطقه اللي هي بنسميها ريكتو فازايكال باوش او ريكتو فازايكال سبيس. هي عندي منطقه الريكتام، هون منطقه الريكتام، هون منطقه الرينري بلادر، هون في عندي احنا باوش، هذا بنسميه احنا ريكتو فازايكال باوش. اذا وصلت الخلايا السرطانيه انتشرت عن طريق البريتونيوم، انتشرت عن طريق البريتونيوم، نزلت يمكن تنتشر فيه وتكون بالبابل لما نعمل بالريكتام، او تكون موجوده هون حتى في المنطقه هون. اذا كانت بالبابل في المناطق هاي او المناطق هاي بتكون بنسميها بلامر شيلف ساين. هنا دليل انتشار الورم عن طريق البريتونيال وول، اللي الاستومك كانسر انتشر عن طريق البريتونيال وول. هاي البريتونيال وول انتشر، صارت خلايا السرطانيه انتشرت عن طريق البريتونيال وول، انتشرت عن طريق البريتونيال وول ونزلت نزلت نزلت نزلت، يمكن تروح للاوفري، هسه رح نحكي عنها ونسميها احنا كروكنبرغ تيومر، يمكن تروح تنزل لتحت للمنطقه هاي اللي احنا موجوده بالرسم هنا بين الريكتام وبين الرينري بلادر عند الميل، او بين الريكتام وبين اللي هو بسميها ركتو يوتراين، بين الركتم وبين اليوترس عند الفيميل، يسموها ركتو يوتراين او ركتو فازايكال سبيس او باوش. اذا انتشرت بغاد بنسميها احنا بلامر شيلف ساين. هذا احد دلائل اللي هو ادفانس ليت بور بروجنوزس ستومك كانسر. كروكنبرغ تيومر يكون الورم ميتاستاتيك اوفيريان كانسر، هو سكندري اوفيريان كانسر، الاوريجين له بيكون في الستومك، يمكن يكون في الكولون ولكن هو موست كومنلي بالستومك، اسمه كروكنبرغ تيومر. في عندنا سيستر ماري جوزيف نوز اللي هو امبلايكال ليمفاديروباثي، هاي كمان احد دلائل ان الورم واصل للامبلايكاس. ايرش نوز عباره عن ليفت اكزيلاري ليمفاديروباثي، ليفت اكزيلاري ليمفاديروباثي، كل هذول دلائل على ليت. اضر على الليت كمان اللي هو جويندس او الهيباتوميجالي، اذا لقينا ان هيباتوميجالي او جويندس هذا دليل ان الورم واصل للليفر، فهذا هو ليت. هيباتوميجالي او جويندس، هيباتوميجالي اولسو ان جويندس اولسو من الاشياء اللي بتدل على الليت. السايتس اولسو من الاشياء اللي بتدل على انه ليت. السايتس هاي الاشياء اللي بتدل على ليت اللي هو بور اوتكم ستومك كانسر. هون زي ما احنا ملاحظين اللي هو زي ما حكينا اللي هو بالبابل ماس ان ذا بير ريكتم اكزام نسميه بلامر شيلف ساين. بلامر شيلف ساين هذا عباره عن احد دلائل الادفانس ستومك كانسر. في عندي تضخم العقد الليمفاويه في الليفت سوبر كلافيكولار ليمف نود، هيو بالليفت سوبر كلافيكولار ليمف نود، هذا بدل على ماذا؟ بدل على اللي هو فيركونود او تروزير ساين. هذا هيها تروزير ساين، هاي هي فيري تيبيكال للادفانس ميتاستاتيك ستومك كانسر، مش بس ستومك كانسر، اي سرطان جي اي تراكت زي البنكرياس زي الليفر اذا كان واصل للبارا اورتيك ليمف نود بيعطي التروزير ساين. هاي عندي برا امبلايكال او امبلايكال ليمف نود انلارجمنت بنسميها احنا مس سيستر ماري جوزيف نود، هاي كمان احد الدلائل على ادفانس ميتاستاتيك ستومك كانسر. الباثولوجي موست كومن تايب في الباثولوجي هو ادينوكارسينوما. بدنا نعرف هيك بس سريع الانسجه الموجوده في الستومك، الموجوده عفوا في الاسوفيجاس، الانسجه اللي هي الغشاء الطلائي الموجود في هذا الغشاء الطلائي شو نوعه؟ نوعه بيكون سكواماس ابيثيليوم، بيكون نوعه سكواماس ابيثيليوم، سكواماس زي هيك بيكون سكواماس ابيثيليوم، سكواماس ابيثيليوم هون سكواماس ابيثيليوم، سكواماس ابيثيليوم زي هيك، يعني متعدد الطبقات مسطح، متعدد الطبقات مسطح. اما لما نوصل على المعده الانسجه بتصير نوعها كولومينار ابيثيليوم، بتصير الانسجه عموديه وبتصير بدون طبقات، نسميها كولومينار ابيثيليوم. ما هون بتكون متعدد الطبقات وبتكون مسطحه، هيها زي هيك متعدد الطبقات مسطحه. هذا بالاسوفجاس، بالستومك نفس الشيء وبالتنج نفس الشيء. لذلك موست كومن تايب بالسرطان في الاسوفجاس او بمنطقه الماوث، او منطقه الفارينكس، كلهم هناك بيكون سكواماس سيل كارسينوما، اما لما نوصل على المعده، اما نروح على الدودنم الانسجه غاد راح تكون كولومينار اولسو، لما نروح على السمول بول اولسو كلها كولومينار، والكولون كمان كولومينار. لذلك نوع السرطان اللي بيكون هون موست كومن ادينوكارسينوما. لذلك هيك احنا ملاحظين هون موست كومن از ادينوكارسينوما 95% من الحالات. اذر تايب في عندنا اللي هو ليمفاتيك، يعني ورم سرطان بيطلع من الليمف، ليمفاتيك سيركوليشن، اللي بنسميها ميكوزا اسوشيتد ليمفاتيك تيشو تيومر، اللي هي ملتوما او قديما كانوا يسموها ليمفوما، هاي نسبتها 2-5%. في عندنا جاسترو انستانال ستروما تيومر اللي هو هذا بيطلع من الكونكتيف تيشو، تطلع من الكونكتيف تيشو يعني من الـ من الـ من الانسجه الدهنيه او الانسجه الـ الانسجه الدهنية او الانسجه الضامه او الانسجه العصبيه
الجست هذا زي 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 النيورو ساركوما او اللايبو ساركوما، هذول جست جاستروسترومال تيومر نسبتهم قليله جدا، وفي نسبه كمان قليله نيورو اندوكراين تيومر بيطلعوا من الابود سيل بسموهم ابود سيل تيومر اللي هو كارسينويد تيومر، هذا اهم واحد فيهم نسبته 1%. الموسكم نلاحظه اوفر اول هو ادينو كارسينوما اللي هو بيطلع اصلا من الكومينر سيل الموجود في الابيثيليوم. التريتمنت واز ذا تريتمنت الادينو كارسينوما علاجها هي سيرجري ذا بيست. طب الليمفوما، الليمفوما او الملتوما جديد صاروا يسموها ملتوما اذا كانت لو جريد اتش بالوري ايراديكيشن، لانه الموسكم كوز حتى للملتوما هو اتش بالوري ايراديكيشن، اتش بالوري كفيله باللي هو اختفاء الليمفوما بشكل عام. اذا كانت ليمفوما او ملتوما هاي جريد بنعمل كيمو ريدوثيرابي نو نيد فور سيرجري. ركزوا هنا انه نو نيد فور سيرجري، ركزوا عليها مره في الامتحانات انه هنا انه نعمل سيرجري غلط، ما بنعمل بشكل عام، بشكل عام كل انواع الليمفوما ما بنعملها احنا سيرجري الا اذا كانت سمول باول ليمفوما. سمول باول ليمفوما هي الليمفوما الوحيده اللي بدها اجراء جراحي، اما اذروايز جميع انواع الليمفوما علاجها كيمو ريدوثيرابي بكفي معظم الاحيان.